يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هاد عيط هذا الهايش مايش القطاطعيات برا. يلا صوفيا، أي قطاطعي وأي قطاطعية، هاد قطاع الطرق اللي كنعيط لهم أنا، نتينا كتعرف راه أنا كنت نشبرهم حدايا، عرفتي شنو غادي نعمل لهم؟ اللي غنعمل لهم ما غادي نعاودو لهمش، فبيني وبينهم البلوك، ما تخليهمش حتى نشوفهم أنا هاد النوع هذا. الناس بلا شغل، الناس مراط، الناس ماكين يمشيو يداوا ولا يمشيو للمرشيش ولا يمشيو للنوطه بالحماق، ولا الله يعاوني ويعاونهم. انا ما مش مبقاش نحرق، انا ما ولدتهمش. يلا وخرج اختي، انا انت عندك مسؤوله على البلوك، ما تخليليش هاد النوع يبقى يدور هنا. حتى انا من الافضل ما نبقاش نشوف انا هاد الانواع. اللي داز بشي حاجه ماشي هي داك نزل عليه. كون في فرانسيسكا ما عندك منين تخاف، وانا اللي جان عندي يقول لي افتح البلوك، راه البلوك ما غادي يتفتحش. صافي فدينا الصداع. إذن اليوم جينا نهضروا على البشرة باش الناس شويش تعرف واحد شويش، لأن بزاف الناس كيبقاو يسقسيو شنو غادي نعملوا لوجهنا، شنو غادي نعملوا لهنا، شنو غادي نعملوا لهنا. حنا نعطينا شي وصفة، حنا ما كنعطيش الوصفات، وحتى أصلا هاد كلمة الوصفات، الوصفة ما الوصفة، حنا خصنا نعرفوا بعض الأشياء. يعني ما يمكنش أي حاجة نحطوها على الوجه ديالنا، وما يمكنش يعني اللي جا قالنا شي حاجه غادي نلطخوها على وجهنا. حنا ما حناش هذا، راه الجلد، والجلد راه حساس، والجلد راه فيه ثقب، المنتوج اللي كيكون برا راه خصو يدخل داخل باش يعطينا واحد الفائده. اذا هنا انا اولا اي مراه جالسه معايا الان كتصنت عليا كيف ما كان نوعها، الملعقه، المساج، هذا اول شيء. اولا خصنا نعرف واحد الحاجه مهمه قبل ما نبداو بهاد النقط اللي غادي نعطيك نصائح. استغفر الله. كاين بعض منهم، بعض النساء كتبقى لك، حتى الرجال، وحتى الرجال كيتكمشوا. دابا المشكل هو ان الرجل العربي ما كيهتمش، قليل دابا بداو شويوش كيهتموا بالجمال ديالهم، يعني على الشكل وعلى الوجه وعلى هذا. ولكن للاسف الشديد كتجبر الراجل عنده 30 عام، الشعر مشى، الوجه مكمش كامل، قسما بالله هو صغير عليا انا ب 15 عام، وكنشوف فيه كنقول ويلي انا هذا عنده 35، او ويلي انا هذا عنده 32، يعني ما كاينش الاهتمام مره. مساله ماشي هي مساله فقر، او لا مساله هي الكارثه العظمى هي فقر العقل، الفقر اللي عندكم في العقل، ماشي الفقر اللي كاين في الجيب. لان كاين وسائل اللي هي عندكم في البيوت ديالكم تقدروا تستعملوها وتخفوا من الحده ديال التجاعيد، وتخفوا من الحده ذهات المشاكل، لان الانسان متاعب، مشاكل، مصاعب، اكل اللي هو ما بقاش اكل يعني سليم، لحوم اللي هي بالهرمونات مشبعه بالهرمونات، اكلات اللي هي بالكونسيرف لي كونسيرفون، الى ما غير ذلك. حتى التلوث الجو من سيارات، من ليزوزين، من لي فابريك، تو سا اللي عندنا واحد التراكم ديال التلوث على الجسم ديال الانسان، وهذا راه كيأثر على الانسان. التدخين، شرب الكحول، كل هاد الاشياء، الكافيين اللي كيشرب القهوه بزاف، هادو كلها كتنقص من قيمه ديال الكولاجين. حنا الناس غيبقاو يسقسيو، كاين اللي غيكون عارف شنو هو الكولاجين، كاين اللي غادي يقول شنو هو هذا الكولاجين. الكولاجين هو نوع من البروتينات اللي هو كيدخل في تركيب البشره، كيحافظ على البشره، وفي نفس الوقت بالنسبه للعضلات، وكيكون حتى في المعده وفي القولون. اذا هنا خصنا نعرفوا هذا الكولاجين، الا بدا كينقص بواحد الحده وبدا كيتدهور، فالانسان الجلد ديالو كيتدهور. شيء شرح بسيط باش يعرف اي واحد. اذا النساء خصهم يعرفوا واحد الحاجه مهمه، وهو ان الكولاجين ملي كتعمل 30 سنه، هي في الحقيقه 25، ولكن الخبراء كيقولوا بين 25 30، انا غادي نبدا من 30. 30 سنه 1.5% سنويه كينقص. اذا هنا اما غيبانوا لك خطوط، اما غادي يبداو يبانوا لك تجاعيد، اما من تحت عينيك، اما هنايا في هذه المنطقه من غتضحك غتجبر هذا الشيء كلشي مكملش، غادي تبدا. هذه مولات 30، يعني مولات 30 خصها تبدا تعمل المسائل اللي غادي نهضروا عليهم. حتى بقات تستنى وتبقى تطلل وتقول وانا بقى صغيره، فين الصغر؟ ما بقاش الفرق بين الصغر، بقى الفرق هو اننا نعرفوا الجسد ديالنا شنو كيخدم فيه، وشنو خصنا نعطيو له، شنو خصنا كيفاش نتعاملوا. ماشي الصغر وماشي السن وماشي هذا، لان الخلايا كل ما زادت فهي ما كتبقاش تخدم في حاله ملي كنا في الصغر ديالنا. اذا هذه 30 سنه قلنا الكولاجين كيقل 1.5% سنويا. الى وصلنا ل 40 سنه، لان فايت 5 سنين على 40 سنه، كينقص 25%، 25% سنويا. عرفتوا شنو هي 25%؟ مولا 40 خصها يكون وجد، الا ما احتلت شي وجه يكون تجاعيد فيه. انا 45 باقي ما بداوليش التجاعيد الحمد لله، لان مقابله وجهي، مقابله وجهي، وحدي وجهي، وحدي وجهك اختي، حسن ما تحدي تجاره، وتحدي هذا وتحدي هذا، والهضره القويه، ومشى وجا وطلع وهبط ودخل هنا وطلع هنا وهنا. على الاقل واحد المره في الاسبوع خصك تخلي المساج اللي هو يكون بروفون لوجهك، والعضلات ديالك خصك تجبدهم. يعني هادو كلها اشياء اللي النساء خصهم يتعلموا. هذا المره اللي وصلت 60 سنه وقبل ما عمرها عملت شي حاجه، الكولاجين كيقل 50%، صافي التدهور التام، يعني صلات عندي.
وهاد الكولاجين خصني نقول للنساء باش يعرفوا، حنا ملي كيقل هاد الكولاجين ماشي غير وجهنا، لا حتى العضلات وحتى الانسجه اللي كاينه، الترهل ديال الجسد. هذا راه مشكل والناس ما عرفاش. كتجبر مثلا المراه كتعمل يدها هيدا كلشي مرحل، كلشي مرحل، اما الا مشات عملت شي ريجيم ولا شي حاجه، ويلي ويلي ويلي، داكشي كيبقى غير شراوط شراوط شراوط. واخا تمشي تعمل عمليه تجميل، ليش هاد عمليه التجميل؟ غيجمعوا لك تما خصهم يقطعوا، والمشكل الجلد ملي كيتقطع راه كاينه واحد المشكله، خصنا نعرفوا هاد الشيء هذا. يعني الانسان بالاحسن يحتال على راسه من الاول، ماشي حتى يوقع في المشاكل عادي يبدا يجري، اش غادي نعمل هنا واش غادي نعمل هنا واش غادي نعمل هنا. اذا نعم سي شتك شتك صفيا عزيز. ثانك يو. اذا هادو ثلاثه النقط، ثلاثه السن، الفرق ديال السن عند 30 وعند 40 وعند، اذا 1.5% عند 30، 40 سنه كيهبطنا الكولاجين كيهبط 25%، من كنوصلوا 60 سنه 50%. اذا هنا هاد السن هذا اللي كيهبط. اذا الناس غتقول هاد الكولاجين ما غادي نقدروا نجيبوه، الكولاجين كاين في الطبيعه، كاين في الطبيعه بشكل يعني في الاكل. للاسف الشديد الناس اللي كيستعملوا الغازات، المواد الغازيه، يعني كوكا كولا وفانتا و و، ما ندخلش انا في هادشي المواد الغازيه. الناس اللي كتدخن، المره بعدا اللي كتدخن الجلد ديالها كيمشي كيتدهور، لان كتقتل الكولاجين. ما يعني ماشي خصك تدهن ثلاثه دهنات في النار ديال الكريمات وعاد خصك تشوف كيف دعمل. راه اولا الكولاجين راه كضربو ماشي غير البولمون ولا السرطان ولا، يعني حتى كانسان الضفرين ديال يدك، يعني مجموعه من الاشياء، الشعر، يعني التدخين كيأثر بزاف على المرأة أكثر من الراجل. هنا خصنا نردو بالنا هاد الشيء هذا، راه بزاف رجعوا كتقول لك موضة، أش من موضة بنتي، أش من موضة، أش من موضة، أش من موضة. وحنا راه عايشين، حنا درنا العالم كامل وكنشوفوا كلشي في يدنا، عندنا نمشيو بوا كتقرو وندخلو الصنادق تقرو عندنا الدار، شكون غيقولنا شكون غيقولنا شكون فين نتوما؟ ولكن لا ما يمكنش واحد الحاجة اللي غدرني أنا ما نعملهاش. خلينا الموضة شيء والضرر للجسد شيء، فغادي نتحاسبوا على الجسد ديالنا، فما نمشوش بدك الثقافة ديال غازي دوكان، هذه كتكمي حتى انا نكمي، هذه كتشرب حتى انا غادي نشرب، حنا في اوروبا يلاه نعملوا يلاه نسهروا يلاه، صار ما كاين حتى مشكل. ولكن الموسيقى مزيونة، سمع الموسيقى مزيونة، شرب رضي مد الماء، العقل ديالي متثبت، جالسة كنستمتع بالموسيقى وانا في كامل القوة العقلية ديالي، ماشي طايحة شربة ونزيد الغبرة وندخل هنا ونخرج هنا وننزل هنا زعما. انا ما فهمتش هذه الثقافه هذه، ما فهمتش. يا اما يا اما يا اما يا اما على يعني اكستريميست، يعني اما كتمشيو لواحد الطرف، يعني هو كتخرجوا على الطريق وكتكفسوها، ولا كتشدوا واحد التشدد اللي ما يقدر يهضر معكم حد، والوسطيه ما كايناش. يعني الانسان خصو يفهم التدخين وشرب الكحول وهاد المخدرات راه كياثروا على الجلد الانسان بطريقه يعني يعني فظيعه فظيعه. يعني الانسان كيبقى يبان من البعد، يعني الانسان ما كتش صافي راه كتشوف، يعني ما كتقول له والو، يعني هو ماشي، ولكن الانسان يحتل على الرشاقه ديالو، لان المراه اصلا الانوثه والرشاقه ديالها، وكيعجبها تحس بان الانوثه ديالها والرشاقه والجلد ديالها يعني كيلمع، ملي كتشوف راسها في المراه كتعطي لها، كتكون عندها واحد الثقه في النفس ديالها، كتقدر تزيد تعمل بزاف د الحوايج بخيسون طابل، كتكون كتكون بخيسون طابل. يعني الانسان خصوصا انا كيبقاو فيا هذوك اللي باقيين صغارين، عندها 35 سنه وهي صافي عندها تجاعيد من جميع الاماكن، نعم من جميع الجوانب، وما على بالاش كتقول لك الدنيا هانيه، ولا كتشب نيبيا كدير تحك لك في وجهها نيبيا وكتحك في وجهها ما نعرف، ولا كتدخل كدير تفتش على الوصفات، ها اللي تقول لها القطره نحكو في وجهك، ها اللي تقول لها الشعير دهنوا وجهك، ها اللي تقول لها القمح حكو في وجهك، ها اللي تقول لها الحمص دهنوا وطحنوا وعملوا في وجهك، ها اللي تقول لها الكبريت عملوا في وجهك، ها اللي تقول لها كل واحدة اش كيقول لها، وهي كل نهار اش كتعمل، كل ما كتعمل الوجه ديالها كيتبرفر ويهبط، حناك ديالها هابطين، هادوم ديالها هبطولا، هادي ديالها دخلت لها، العنق ديالها هبط لها، ايوا وهي ماشي وهي كطلص. يعني هذه مشكله، يعني الناس كنقولوا لهم هاد الناس اللي كيعطيو الوسط خصهم يتقوا الله في راسهم بعدا اولا، النقطه الاولى، لان هذاك الوسط هذوك نسينا كتدخل من اليوتيوب ولا كتدخل، دخل الله يعاونك الله يسهل لك، ولكن ما نعطيش الوصفات للناس، قول انا تعلمت من كذا. ما تنساش ان الجلد الناس كاين الجلد الجاف، كاين الجلد اللي هو ميكس، كاين الجلد اللي هو حساس، ما يمكنش انت كتعطي واحد الوصفه وكتطبقها على الناس كامله. هو الانسان من شخص لشخص عنده فصيله الدم ديالو بوحده، كل واحد فصيله الدم ديالو شنو هي، على حساب الاكل. وانت تجي تقول لبنادم دهان على وجهك، اشياء اللي هي معروفه كالزيوت مثلا، بعض الزيوت اللي الانسان يدهن على وجهه اللي معروفه من قديم الزمن، قبل من الاسلام، قبل ما تجي قبل ما يجي الاسلام،
زيت زيتون، يعني جذع النخله هذا، يعني هاد الاشياء هذه معروفه يعني ما غتضركش. اما يقول لك اخر خلط هذه وخلط، حنا قلنا ان كنخلطوا واحد المنتوج مع واحد المنتوج كيوقع تفاعل كيميائي، والتفاعلات الكيميائيه راه يمكن تضرك يمكن تجي معك. اذا ما بقاوش حنا اي واحد عطانا شي وصفه فغادي نعملوها. الوصفات بالاحسن خليو الناس اللي هما اصحاب الميدان والناس اللي خبراء في التجميل، او شي كتب اللي هما اصحابها يعني كيدرسوا في الجامعات او عندهم يعني مدارس كيدرسوا فيها التجميل وعن تجارب، وضعوهم على الناس. اذا دوك الكتب انا كنقرا فيهم وكنشوف، وكيجيبوا لك نوع ديال الجلد وكذا وكذا الا عملتيها بعدا متاكده. اما واحده اليوم كل نهار طالعني انا بوصفه لان خصها تعلي المشاهده ديالها او 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 وانا نبدا نسمع ونبدا ندخل ونبدا نلطم، وكيلطموا حتى ولادهم. انا واحده انا سبق لي قلتها هنا في اللايف، جات عندي عملت الكاسولينا، الكاسولينا اللي كتكون في الطوموبيل شبدتها وعملتها في راسها، رزات لها شعره كامل كامل كامل، كلشي طاح لها شعره، ما جا مقرعه. حنا نشوف شنو نعمل شعري، شنو عملتي؟ قالت لك انا شفت واحد الوصفه، قالت لي وحده وها شنو عملت فيها. ولكن واخا يكون الانسان حماق، يعني كاين بعض المنتوجات ما يمكنش نعملو، ويمكن يكون عندك الرجي، يعني عندك الحساسيه عندك المنتوج وانت كتحطه. يعني هاد الناس كيعطيو الوصفات وما كيعرفوا لا فصيله الدم ديال الناس، لا تحاليل الدم ديال الناس، واش ناقصينهم معادن، واش ناقصين وهذا المنكر هذا. هذا المنكر. شحال الناس حرقوا وجههم، شحال الناس حرقوا وجههم بالوصفات اللي عملوهم، حرقت لهم وجههم. ايوا ايوا الجلد منا كيتحرق باش ما يعدلو. يعني هنا الناس حتى الناس خصها تسمع، خصها دعاء. يعني الوجه ماشي الجلد، ماشي اللعب، الجلد عنده ذاكره. هذه بعدا باش نزيد لكم. وفي القران ديالنا كيقول لك غتشهد عليهم جلودهم، الجلد ديالك غيشهد عليك غدا يوم القيامه. الجلد راه عنده ذاكره وكائن يعني وكيحس وكل شيء، يعني رد بالك شنو كتحط على الجلد ديالك. نعم، اذا باش نزيدوا مع الناس، اذا حنا قلنا اولا المراه خصها تعرف واحد الحاجه، حتى الراجل في نفس الوقت نعرف واحد الحاجه، وهو المساج. المساج اللي خصنا نعدلوه لوجهنا، هذا نكونوا جالسين كملنا صلاتنا كملنا هذا، على الاقل خصوصا المراه من 30 انفق فهي واجب عليها المساج لوجهها. خلينا دابا من الكريمات وخلينا من هذا. هاد المساج باش كيكون؟ انا مثلا دابا غادي نشبر هاد الزيت هذا، غادي نوري الناس بلاتي انا هذا ما عندليش هكذا بهاد الطريقه اللي متابس لي. هذا مثلا عندي انا زيت ديال اللوز والكوكو، جوج زيوت. اذا كدهن وجهك بطريقه دائريه، ماشي ديك فات 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 كتطلع، يعني طريقه دائريه يعني كدور عكس عقارب الساعه، فهمتوني؟ اذا وفي الاخر كطلع وجهك يعني كلشي الفوق جامي دلا في، كتعمل لتحت المساج. المساج كيكون المهم انا فتحت هذه لان المساج كيكون الفوق دائما الفوق، فهمتوا؟ اذا مش نعمل هذه هيدا. اذا اللي جالسه معايا واللي جالسين معايا قدروا دابا يشربوا زيت زيتون. عندك زيت ارغان، زيت اللوز، زيت الكوكو. هذا انا عندي زيت مخلط ديال اللوز ديال الكوكو 100% ناتورال، يعني 100% عندي اللي بغاه، يعني ما كاين حتى شي مشكل. فيتامين او، فيتامين او يعني كتحفز الكولاجين، يعني هاد الزيت هذا مخلط بجوج، والكميه ماشي اجي وخلط. ها انا باقا ماش نرجع، كاين بعض الناس دابا تقول لك عندها رضاين مثلا الزيت والكوكو، تقول قالت الزيت والكوكو راه نوض نخلطو مع بعضهم. كميه الزيت ديال اللوز مقدار، وديال الكوكو مقدار، ماشي كنخلطو اي حاجه هيدا وصافي باش كنعطينا النتائج، والا فعلا المفعول ما كيكونش هو هذاك، والنتيجه الاخيره الزيت ما كتكونش، والفيتامين او غيندثر. اذا هنا خصنا نردوا بالنا لهاد الحاله. اذا غادي نحاولوا اولا غادي نحاولوا نعملوا المساج لوجهنا، وهذا المساج هذا غير حنا دابا نايضين مع لا حول ولا. الرسول عليه الصلاه والسلام تثبت عليه ملي كان كينوض من النعاس كان كيقوز يدو على وجهه، يلا فتشوا عليها، تثبت عليه ملي كان كينوض يعني كيشكر الله عز وجل و في نفس الوقت قبل ما كيجلس كيدور وجهه كيحفز الدوره الدمويه. حنا هاد القاعده ما عندناش في البيوت ديالنا، انا بعدا كمغربيه انا ما كنتش شفتها، ما كانتش عندنا. دابا الا عاد هاد الجيل وهاد الناس هادو غادي يبداو هذا عادي ينوضوا. زيت ارغان، زيت زيتون، حنا الحمد لله المغاربه عندنا زيت ارغان، فاللي عنده زيت ارغان يعملو، اللي عنده زيت زيتون يعملو، اللي عنده زيت اللوز يعملو، اللي عنده زيت الاحسن ما تخلطوش الزيوت، كنصحكم لوجه الله لا لتخليط الزيوت، لان نتوما ما كتعرفوش المقادير. انا عندي كتاب لا والله حتى نوض نجيبو لكم، لان انا مش نهضر معكم بالعلم وبالكتوبه باش تعرفوا حنا شنو كتقول. استناوني.
باش ما يقولكمش يعطيكم كنهضروا صافي. هاد الكتاب هذا كامل الزيوت وفيه المقادير كيفاش شحال من نقطه خصني نعملو كل حاجه باش نخلطو. فرحات نخلطو ما يمكنش تخلط زيت هكذا تشبر كوب. كاين ناس كتشبر لك الزيت طر تشر تشر قالت لك هي عملت الزيت كذا وكذا. هذاك الزيت بعدا ملي كتمشي راه فيه لي زاسيد وفيه هذاك وغير زيلك البشره ديالك. خلي اختي الزيت عندك، عندك زيت ارغان استعمل زيت ارغان بوحدو، عندك زيت زيتون قالت لك حنا نستعمل زيت زيتون بوحدو وصدقني، عندك زيت اللوز اعمل زيت اللوز بوحدو. بغيتي الخليط باش يعطيك واحد النتيجه سقسي البروفيسيونيل يقول لك الكميه. اما انت تخلط بوحدك راك غادرزي وجهك وغيكحل لك وجهك وغيبقاو لك البقع في وجهك. تخرج للقيله تضربك القيله، لي زاسيد الاوكسيدات البيروكسيدات يضربك حتى تنقص. راه الحياه ما مشاش بالعشوائيه، الحياه مشى بقواعد رياضيه. نعم الحياه مشى بقواعد رياضيه، الكون ماشي بارقام، الكون ما ماشيش بالعبث. اذا الا بغيتوا تفهموا فهموا ونبداو حنا جالسين الساعه الايام كل شيء كل شيء الفلوس كل شيء كل شيء كتحسب. اذا كل شيء عنده قياسات. الا حنا نعم اذا حنا بدينا غير كنخلطوا نخلطوا الزيوت هكذا وصافي فحنا هنا خصنا نردوا البال. ما يمكنش تبقى تخلط كما بغيتي. فعندك زيت واحد استعمل لك الزيت الواحد، لا غدا مثلا تقدر تعمل زيت اخر. هادي نعطيك نصيحه. اما تخلط انت من ديتك راسك وانت ما عرفتش المقادير محتاجش ما كلاش. اذا قلنا اذا حنا دائما كنجيو من هنا كنعملوا المساج بهذه الطريقه هذه، يعني كنحاولوا نجبدوا هكذا شوفوا باش هادي تطلع تبقى دائما في مطعه. الا لقيتو كنعملوها ما عمرها هادي غادي تهبطكم، ما عمرها هاد الحفره غتدخلكم. هادي طريقه يعني من اجمل الطرق. عاود كنجي من لهنا كنبدا عاود بهذه الطريقه هادي. فدائما الفوق كنجبد الفوق. اذا حاولوا اللي عاد ماشي بداو غتكون عليه صعيبه ماشي مشكل، ولكن حنا يعني كنحاولوا. اذا دائما اطلع كطلع الفوق. ها وجهي شفتو وجهي؟ هاد الوجه هذا ما شاء الله عنده 45 سنه ولكن الرياضه. هذه هنايا عندي الغطسه الزين، انا شوف عندي الغطسه الزين. اذا باش تعرفوا في نفس الوقت هذه كتباع في الاوردينا في الانترنت اللي بغى يشريها انا بيدي عندي. ننصحكم شريو اما الكوارتز ولا الجد الاخضر، ماشي اي لون. نعم ماشي اي لون، الكوارتز اولا الجد الاخضر من غيره ما حتاش تشريو شي حاجه. اذا هذه ولا عندي انا عندي بجوج بهم ولا في الاخضر، اما الكوارتز الروسادو سمعوا الكوارتز الروسادو ولا الجاد اللي باللون الاخضر. اللي باللون الاخضر من بعد نوريها لكم دابا انا هذا. اذا كنجي انا جالسه جالسه ما كنعمل حتى حاجه، جالسه غير بعد ما عملت التلفزيون عملت الاستغفار ديالي ونبقى استغفر الله استغفر الله في القلب ديالي. انا كنعمل وانا كنستغفر ما اجمله. يعني فهمتوا حتى العنق خصو الماساج، العنق خصو يتجبد العايله، جبد عنقك. بقى جالسه كطلع عليا في الاخر كتكمش كيهرب لك الراجل كيعلق كيعلق كيخليك انت والكماش ديالك والبامبينوس ديالك. مشى وما تافش الايام وصارت معاه وانت تسهر معاه حتى على راسك. شكون قال لك تسهر معاه؟ وشكون قال لك شكون قال لك تخسر معاه؟ وشكون قال لك شكون قال لك بغيتي هر راسك ودبر راسك دابا عاود لمخك. نوض قالت لك حنان نوض نوض الا غادي تنوض حبيبتي نوض. شنو قالت الاخت؟ كتب عربي بليس. نهضر لك بالعربيه واخا على هادي ما جاتكش عربيه. هاد المطاعه ديال بزاف الناس عندهم كمشه، هادي خصها الماساج الفوق من تحت الفوق طلع العيله. هذا الصغير كنجيبوه من تحت العينين بطريقه يعني ما كنتكيوش بزاف، ولكن بهذه الطريقه هذه كنشدوا عيننا وكنبداو يعني من برا لداخل. اذا هاد الطريقه كنجيبوها بهذه الطريقه هذه يعني بشويه حتى الحاجب وهذا، وخصوصا حنا اللي كنعلقوا الحواجب. الحواجب راه ملي كيتعلقوا راه مشكل، النظر كيقلال. الحبيبه ديالي فعلا خصنا الجمال، ولكن هاد الحواجب هادو ملي كنقلعوهم بالهذا ولا باي حاجه راه عا باش نعمل واحد الدرس راه ولكن ما عندنا ما نعملو. انا مثلا انا عارفه الحواجب يعني شنو هو الاضرار ديالو، ولكن الله غالب اش غادي نعمل؟ ما جبرت ما نعمل حواجب العيا اللي كنقلعو راه فيهم مشاكل. وعمل بعدا غير المساج باش تلقى فيه ما فيه ما يتنقاد. اش كتقول الاخت؟ المهم انا خلوني نعمل المساج ديالي، عملوا نتوما المساج معايا باش ما نضيعوش الوقت، باش الناس اللي جالسه ما تضيعش الوقت. فالملعقه اللي ما عندوش هذه الملعقه
اللي ما عندوش الملعقه الله يخليكم، الملعقه احنا عملنا سبقنا عملنا بها المساج، فالملعقه كذلك يعني كتساهم في يعني هذه كلها، هذا المساج هذا فهو كيحفز الدوره الدمويه وكيتحفزنا الكولاجين، وهذا شيء جميل جدا جدا. وهذا الزيت هذا اللي عملناه فاحنا كنخليوه يدخل داخل البشره بهذه الطريقه هذه يعني جميله. لاحظتوا؟ اذا انا الخنفر ما عنديش، ولكن هذا الشيء اللي عطاني الله والحمد لله. اذا حتى هما كنعمل لهم المساج. كنجي لهذا الموطا عادي هنا، شوفوا فاطمه هذه باش ما تدخلكش القربه، هنا كنتكي ونطلع جبد. ها لاحظتي هنايا يعني بهذه الطريقه هذه، اذا هنا كنطلع هكذا بهذه الطريقه هذه. لاحظوا شو وجهي حمار، لاحظتوها؟ اذا هادو من بين الانواع اللي الناس خصها انت اختي في الدار يعني اهتم براسك، اهتم بالبشره ديالك، هامسه الحي حداك، ماشي كنهضر يعني عن فراغ. بلاتي منقشات وغلق لينا، لا 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 المنقشه مشات، عينوني عينوني عينوني. في الحقيقه ملي كيكون المساج ما خصهمش يكونوا من النادر، دابا انا نسيتهم قبيله كنت خدامه لان كان عندي واحد اللايف في انجلاند، وبقيت هكذا كملت تساوم هذا. بلاتي نزول هذا، سمحوا لي واحد دقيقه الله يعطيكم الصبر. هادو المساج في الحقيقه حتى هادشي الاكسسوارات ما خصهمش يكونوا في اليدين باش نعرفوا هاد النقطة، هذا يعني نقطة مهمة، خص اليدين يكونوا، لأن الطاقة خصها تكون يعني هذا. ودائما اليدين إلا كنمشيو نعملوا المساج يعني خصنا نحاولوا نحفزوا اليدين مع بعضهم يعني بهذه الطريقة هذه. عاد نبداو من كتبداو هكذا. إذا الملعقة اللي ما عندوش الملعقة، إذا غادي نزيد منها بطريقة من هاد الجهة هذه. باش يبقى وجهكم معلي، ما يبقاش وجهكم طايح. العنق العيله، العنق 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 حتى هو كيتكمش، والله الا العنق كيتكمش. عرفتي كيف كيرجع العنق؟ وادي 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 العنق، عرفتي كيتبهدل، مصيبه. انا عرفتي فيو انا في هاد المساجات هادو، ويلي 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 28 وانا طايحه على وجهي. شوفوا وجهي كنو باقي الحبيبه ديالي، انت ما رديتيش البال وكلاس. اذا عيننا دابا انا نتوما حيتاش معايا خص يطلع في حق المساج خصو يطلع حتى لهنا في الحقيقه، ولكن ماشي مشكل انا غير باش نوري لكم وصافي. اذا كنحس الزيت تشرب من وجهي ملي كتكون الزيت 100%، الزيت ما كايناش في الوجه يعني ملي كنعمل هكذا الزيت ما كايناش. غادي نعاود مره ثانيه الزيت وماشي نطقطق وجهي بالزيت مره ثانيه غير شوي وش باش فهمتوا الشكل دائري. دائري كندهنو يعني كندهنو على عكس عقرب الساعه يعني، وما عمرنا كنعملو هكذا. هكذا في الحياه ديالك ما تهبطي ديك الارض، الا كنهبط فانت كتهبط الجلد ديالك من عند غرافيتي، كونتر لا غرافيتي، كونتر الفوق، دائما الفوق. اذا عاود غادي نعاود بهذه الطريقه هذه، كنجبدوا هذا الموطا عادي. هذه موطا خطيره لان دائما هنا غتجيك ديك الحفره، هنا هنا خصك الراجل والمراه بجوج بيكم يعني دائما كنطلعوا وجهنا الفوق. لاحظوا غير بيدك، لاحظ لاحظ عرفتي دابا قول الجلد ديالي تكمش باش غيتكمش. ها لاحظتوا؟ ها انا قربت عندكم واقسم بالله العلي العظيم هذه كتنضاتر. لاحظتوا؟ اذا من هنا عاود كذلك نعاود. هي في الحقيقه لما كنكون بوحدي كنعمل يدي هيدا، ولكن دابا معاكم ما جاتش باش مقنعه لي يدي، وما هي خصك تعمل هكذا. ها هذا من هنا وهذا من هنا هيدا بهذه الطريقه هذه، ولكن معاكم ما يفهمتوا احتراماتي وداك الشيء وانتم فهموا على اساس انا يعني شويه من هذا. اذا كنعمل بهذه الطريقه، وما هي كنعمل هكذا يدك كتجبد بهذا وكتكمل بهذا احسن شيء يعني. هذا كيجبد ديريكت، هذا اش كيعمل؟ شوفوا هذا كيعمل هاه وكيطلع هنا، وهذا كيدي هنا. لاحظتوا؟ يعني هذا من هنا وهذا لهنا باش الوجه كيبقى معلي الفوق، فهمتوني؟ اذا ولكن ماشي مشكل. اذا غادي نعملها انا بهذه الطريقه هذه، انا بيتمني اننا معكم هكذا. هاد الناس اللي كتكتب كما كنعرفوا شنو تعملوا المساج انتم طايحين طاق 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 سقط الله، وعشبروا المعالق ودهنوا وشكم انتم اش كتكتبوا؟ ولا عجب عباد الله هاد الناس هادو. انا كنقول لكم نعملوا المساج نساو ورجال، واش ملي كتكتبوا اذا انتم ما خدامينش؟ اي يا عجب،
سيرو سيرو سيرو، تشوفوا وطبقوا الناس، شوفوا طبقوا، ما تضيعوش الوقت. انا كنقول الناس شنو يعملوا، ما كاسين كيكتبوا لي، وكتبوا كتبوا العجب العجب، هذا العجب عباد الله، العجب العجب. ها صافي، اذا دابا عاود باش نعاود مساج اخر بطريقه ادي بلا كتابه. سيروا عملوا المساج، شبروا لنا العقل، زيت زيتون عندكم في الدار، اقل عندكم في الدار الناس، بلا ما تبقاو تكتبوا لي، بلا ما تبقاو، انا صافي عقت بهم هذو السوق ديالهم خاوي هذو، راه اللي كنهضر مع الخيط. اذا اذا غادي نرجع هذا باش نعمل المساج. اذا غادي نطلع بهذه الطريقه هذه، غادي نحاول دائما هاد المطعه دي نركز عليها، لان مطع بالنسبه لي لي مهمه باش نركز عليها. من هنا كندير لهنا، لان ها حنايا نتمنى هذه طريقه ما غتخسري عليها فلوس، ما غتخسر عليها، وغادي ترحمي عليها، وغادي تشوف حتى الوجهه ديالك كتقيلو، جالسين كتقيلو غير بالقل والقيل، تلها في راسك، تلها بوشك، عمل مسائل لراسك كتقول لك حنان ها باطل، لا ريال لا جوج، مخلصه عليها شي حاجه مخلصه بالملعقه. عندك زيت زيتون عمله، عندك زيت اركان عمله، عندك اي نوع من الزيت، ما يكونش غير الزيت حار بحال مثلا الزيت الحار، بحال مثلا الزيت ديال القرنفل، هذاك حار بالنسبه للجاع. اذا ما تخلطوش الزيوت، الا ما عندكمش الدرايه ما تخلطوش الزيوت، راه غيحرق لكم وشكم وما يعطيكمش ما يعطيكمش النتيجه. اذا يلا هنايا هذاك اللي جالس عليا طلعني طلعني، فين نطلعك وانا كنعمل مساج؟ لاين بغيتي تطلع اسيدي لاين لاين. اذا هانتوما كتشوفوا هذه، قلت لكم كتباع في الانترنت، اللي بغاها يشريها، ولكن انا المهم حنا شينا بزاف لان كنبيعوهم حتى حنايا، المهم اي واحد حر فين بغى يشريها يشريها. اللي بغى يشريها يشري الكوارتز الروسادو كنصحك، واللي بغى يشري يشري الجاد الاخضر. الا بغيتو تشريوها في موضع اخر فتشوا على الكوارتز، ولا فتشوا على الجاد الاخضر، من غيرهم ما حتاش تشريو. من بعد نقول لكم علاش. نعم الزيت الزيتون حتى هو مزيان، ولكن الزيت الزيتون ماشي الزيت الزيتون هذا، ماشي الزيت الزيتون خصو يكون بس العصره الاولى، ماشي الزيت الزيتون هذا اللي كيتباع في البلاستيك في الرضاين، خصو يكون الزيت المزيانه، الزيت اركان عاود اللي كتعصر اللي عندكم نتوما في المغرب، بزاف الناس كيعصروا الزيت الزيتون، فهمتوني؟ عشرة دقائق هكذا كل نهار، ممنوع تكمش. بحال دابا انا عطيت الفيتامين او ديال الكوكو ديال اللوز وعملت هذا المساج، شو وجهي كيف انه احمر، شوفوا لاحظتوا لاحظوا، يلا ها انتم كتشوفوا بيدكم لاحظتوا، ها بلا عكر بلا عكر فاسي بلا حتى حاجه، شتو ها ها ما كاين لا تجاعيد لا والو، شتو. اذا هذه هي الطريقه، لان بزاف ديال الناس كيقولوا لي حنان حنان حنان، حنا كاين ناس عندهم كاين اللي ما عندوش، اذا حنا ما غادي نقدروش، الا ما عندناش علاش كنقول لكم انا ماشي مشكله ان بنادم ما عندوش، مش الفقر ماشي في الجيم، الفقر هو فقر العقل، هذاك هو المشكل، فهمتوني؟ فقر العقل هو اللي صعيب، اما فقر الجيم ماشي، كاين حلول، الانسان بوالو يقدر يعدل بزاف الحوايج. مثلا ما نقدرش نشري هذه، نعمل ملعقه، عندي ملعقه في الدار، اي واحد عنده ملعقه فكيعمل مساج بالملعقه، فهمتوا؟ هذه حيتاش حجره، هذه حيتاش حجره، والحجر يعني سبحان الله هي شبرتها بارده، دابا الحراره درجه الحراره، يعني كاين واحد التفاعل بين الجسد ديالي وبين هاد الحجره، ما شاء الله، يعني اللي عنده هذه كيعمل غيقيس عليها غيجبر درجه الحراره، يعني طلعت في هاد لاباغي. اذا هنايا هاد المطعه دي، هاد المطعه دي شوف هنا هنا طلع الفوق، هادي هنا الناس بزاف مكمشين، شوفوا هنا هاد المطعه دي قسما بالله الناس كتجبرها كامله مكمشه من هنايا، المطعه خاصها تكون كتشعل، نعمل 70 عام وباقا كتشعل هكذا بحال مرايا، نتكمش كيفاش غنتكمش؟ من غنتكمش؟ ها ها الحل، ها زيت زيتون، عندك شي زيت تشوف عينك العيله تعور عينك غير شويوش، ها دهن الاول ومسح ديك الزيت عاد ها. واحد كيقولش كيتزوج بيا انا مسعد للزواج، انا ما تحاوليش حتى عندكم الريكلاب حتى في الزواج، حول ولا قوه الا بالله. ها الطريقه هذه شفتوا، ها دابا الا بغينا نعاودو بالصغير، ها بالصغير، اذا نجي من لهنا نطلع هاد الجهه هذه باش ما تهبطليش. اذا السلام عليكم مريم اختي، مرحبا، شفتوا ها يلا شفتوا
اذا لاحظ من هنا، اذا غنعاود شويش من هنا. طلع انا الخنافر قلتكم ما عنديش، ولكن الحمد لله فرحانه بخنفري. ما عنديش الخنافر، الا لاحظتوا شو ما عنديش الخنافر مره، سبحان الله تشاطه لاحظتوا، ولكن ولو عندي الملايين بالعالم ما عدتش خنافري، انا خنافري هذا يبقاو عدل حتى حاجه. وجهي افتخر بالجمال ديالي والحمد لله، شنو نحتال على راسي. ايه وباش يتزوجو بك خصك تعمل المساج الوجه كالعايد، نسينا كتفرفر لي هنايا بحال هاديك القبله. يلا اذا عادي نرجع لهنا، غادي نزيد واحد شويش لهنايا ونخرج هاد المطعة دي، خرج هاد المطعة دي. اذا كما كتشوفوا يعني الملعقه الى عندكم حتى هي خرج مع العينين، يعني مع هذيك العينين خصوصا يعني البرة. اذا هذه طريقه يعني من هاد الجهه هذه من هنا، اذا كنطلعوا بهاد الطريقه هذه. اذا هانتوما كتشوفوا صافي، اذا هنا كملنا. اذا هنا نقدر نعمل هكذا واحد شويش، نشد قمي ندي من هاد الجهه ومن هاد الجهه، لاحظوا، ولكن تشدوا على الشفايف ديالكم هكذا بهذه الطريقه. دابا فاطمه هذيك اللي عندها هنايا كلشي، هادشي كلشي الله يستر، تقول عندك هنا الخريطه ديال طنزانيا، ها فين الله يستر، كلشي مشقوق. بالك حبيبه كان في الغرس جالسه ولا، والشقوق كيجيو للناس في الرجلين ديالهم مزيانه، بقات تزول لي بداك السيره، كتبقاو تنتفوا هاد المطع بالسيره، مصيبه. هاد المطع هادي خص حساسه، خصنا نردو لها البال. اذا هادي كنشد قمي وكنطلع بهالطريقه هاد المطع هادي، خصها المساج. وردوا بالكم على هاد المطع بزاف ديال النساء باقيين صغارين، عاد 40ات عاد 45 عاد 50، وهادي عندها كلشي متني هنايا، لان هذيك الطريقه منين كانت صغيره او 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 وما كاينش الانسان خصو يحتل على راسو. هذيك اللي كتكمي، هذيك اللي كتكمي شفيفه مشى وكلشي مشى، رد بالك. اذا هذه هي الطريقه، اذا هانتوما كتشوفهم. اذا نقول الفكره بقات واضحه للناس، كلشي الفوق. هذه النافي الغزاله، مرحبا والف مرحبا، شفتوا على جمال. ايوا هذا هو الجمال الطبيعي. يلاه ايوا قالت لك شنو خصك تعمل، ها اش خصك تعمل، وجاويني مطيشه مطيشه مطيشه. جات مطيشه هيك. المهم دابا على شفتين، يعني اما بهذا كتقوز الوصفه الشفتين باش يرجعوا حمر. كيضحكوا عليكم، من غير العكار ما كاينش الشفتين حمر، خص المساج. فيما كان شي وحده كتضحك عليكم، راه البربر ريمولات شاطر الكاخره كدهن في لقمه، كل بربر كولها كولها، العيله الدوره الدمويه الفقر الدم، وراه كتضحك عليك اخرى بداك الوصفات ديالك، اصلا كتسلى عليك وانتينا سبعه فيها فاتحه تقمكم الريوك جالسه تما. نوض بنتي نوض نوض، الله يعاوننا وعاونك نوض. ضحكوا اذا كانوا كيضحكوا علينا احنا ملي كنا لهيه، ولكن عيقنا بهم. قالت الاخت ما كتكتبوا دابا خيلات، شوف هاد الف شحال هنا، 1005 لا 1762، حتى واحد فيكم ما كيعمل المسار، كان شوف كلشي كيكتب فضيحه هادي. اذا غادي نرجع نعيني، غادي نرجع نعيني هنا بطريقه بسيطه وبشويه، الله يخليكم، لان العينين ما كانت العينين يعني لو كونتور دو زيول فو فير اتونسيون ا لور دو ماساج دو فير لو ماساج باسكو فريمون سي اون بلاس لي هي ترو سونسيبل.
اوكي يعني نو فو با بيان فروتي يعني لا بارتي ديال الكونتور دي زيو. هنا خصكم تردوا البال. نكملنا هذه طريقه من بين الطرق اللي انا كنعتمد عليها باش الناس يعرفوا انا هذه كنعملها يوميا، لان انا كنعمل الرياضه كنكمل الرياضه، فانا كنعمل المساج او لا يعني قبل على حسب يعني الوقت، على حسب يعني مع ما كنكون كنقرا كنطالع وانا كنعمل هذا، انا كنشوف وانا كنقرا فهمتوا يعني في نفس الوقت كنضرب عصفورين بحجره واحده، لان بعض الاحيان الوقت كيكون ضيق، ولكن رغم الوقت الضيق لا يمكن ان يعني ان اتهاون على جسدي او على البشره ديالي، فضروري خصني نعمل الواجبات ديالي. نعم، اذا هذه كملنا منها فهمنا، قلنا اللي غيشريها يشريها في الكوارتز ولا يشريها في اللون الاخضر، انا عندي اللون الاخضر ما عرفتش فين هي دابا. اذا غادي نزيدو باش نهضروا على هذا الكولاجين هذا. اذا هذا فانا هذه دابا هذا المساج هذا اللي عملته يعني صراحه لحظه توني لحظه نعم هي كتعمل غاليه على حسب، انا عندي ما كتعملش غاليه لان احنا شريناها شريت تقريبا شي 800 وحده، اذا الثمن ديالها غيكون عندي ارخص. وزيد انا هذه اللي بغا باش تساعد كنبيعها يعني ما الناس اللي كتشري كوسميتيك وكتشي يعني كنعطيها تقريبا بالثمن ديالها المناسب، وما غتجبروها لا في الانترنت، ولكن علاش قلت لكم انا ادخلوا الانترنت وتشوفوا واش حكا تعمل، وداك الشيء راه غادي تعرفوا واش حكا تعمل، ولكن ردوا بالكم بالك تطيح لكم، لان الا طاحت تهرس هادشي كلشي حجر، هادشي كلشي حجر فهمتوني كيفاش، هادشي كلشي حجر كاين في الانترنت، هادشي البلاستيك انا هادشي عندي حجر، هادي حجره هانتوما كتشوفوها وهادي حجره وهذا النحاس في الانترنت ما غتجبروش هادي انا عارفه. المهم ما علينا، كملنا من هاد المساج. اذا قلنا حنايا هادي نقطه اللي غادي تقدر تستعملها اي امراه في العالم، هنا ما كيدخلوا لا فلوس ولا هم يحزنوا، ما تجيش عندي وتقول لي الفلوس. هاد المساله هادي هاد المساج هذا فقط يعني نعم امازون غادي تجبروها، ولكن ماشي هذه اللي قلت لكم انا كاينه في امازون. اذا هاد الطريقه هذه اللي كنعملوا ضد هاد المساج هذا بهاد الزيوت هادو، ف كتحفز لك الكولاجين، كتحفز لك يعني كتخلي لك يعني تجاعيد ما يجيوش بزاف النضره والرشاقه للبشره وجهك، وعاد يعني الا حطيتي غيدك راك انت غادي تحس بالحراره وهذا. وبالنسبه للبنت اللي عندها 30 سنه فإلا عملتها ثلاثه المرات في السيمانه ذات جود بالنسبه ليها، لان علاش؟ لان الكولاجين عندك يهبط 1.5% سنويا. اما اللي عندها 40 اسمعني انت بنتي، مولات 40 مولات 40 خصك يوميا، انا عندي 45 كنقول راسي انا يوميا، اذا مولات 40 وانا خصنا يوميا، الا ما كانش يوميا فالنتيجه غتكون قليله. اوكي مولات 60، مولات 60 خصها في الصباح وفي العشيه ونوسط النهار مع الاوقات ديال الصلاه، تصلي تنوض تحك وجهها الصلاه والدهن ديال وجهها مولات 60. عملتي 60 الحبيبه 50% الكولاجين كيمشي. هذه النقطه الاولى. اذا حنا هذا فيما يتعلق هذا الكولاجين بالنسبه للوجه، ولكن حنا ما نساوش بان الكولاجين في العضلات وفي النسيج ديال الخلايا. اذا حنا هنا عملنا المساج كنعاونوه، والاشياء اخرى كيفاش غنعاونو؟ الاشياء اخرى نقدروا نعاونو باش يعني نخليو الاكل ديالنا على الاقل مرتين في الاسبوع، نشوفوا التوت البري، نشوفوا الاغذيه اللي هي غنيه بالفيتامين سي، عصير اللتشي، عصير اللتشي، العصير الليمون، الاشياء اللي كتحتوي على فيتامين سي ضروريه. كاين ناس كتشربوا السمو، مولات انا مولات 40 باقا كتشرب السمو ديال الكرتون، هذه خصها الهراوه، هادي خصها الهراوة. انتي مولات 40 يعني خصك تشوف المسائل اللي هي غادي تعاونك على الصحة ديالك، ما تشوفش المسائل اللي غادي تهرسك. اوكي اذا قلنا بالنسبة للجسد ديالنا، لان قلنا حنايا هاد الكولاجين هذا في الجسم ديال الانسان بالنسبة من البشرة باش ما يوقعناش تجاعيد والى اخره، وبالنسبه للعظام وبالنسبه للعضلات وبالنسبه للنسيج يعني والقولون والمعده. اذا هنا كما هو في الطبيعه قلنا احنا في الاول، ملي هو في الطبيعه في الطبيعه، اذا غادي نقدروا نجيبوه من السمك، نقدروا نجيبوه من البيض، نقدروا نجيبوه من الفول الصويا او لا فول السوداني، ونقدروا نجيبوه من التوت البري.
نعم من سوت البري. اذا هذو المصادر الغذائيه اللي نقدروا. ولا فيتامين سي، فيتامين سي معروف في الفواكه، معروف فيتامين سي معروف فين هو. اذا هذو اشياء اللي الناس خاصها تدخلها في الغذاء ديالها. شنو قال تاني؟ شوف هو الرجل والمراه، حتى الرجل خصو يعمل هذا المساج هذا، ما غيخسر عليه والو. كيقيل لي يهضر وكيقيل في الواتساب وكيقيل بنادم يقدر يعمل من وجهه هذا. كاين بعض الرجال خصوصا يعني كتشوف يعني كيكبروا دغيا. نعم اذا نعم اذا اوكي. اذا قلنا هادو من الاشياء اللي خصنا. كذلك خصنا نفتحوا على المسائل اللي فيها فيتامين او فيتامين او. فيتامين او مثلا نقدر نشرب ملعقه ديال زيت الزيتون، نقدر نشرب ملعقه ديال زيت اللوز، نقدر نشرب ملعقه ديال زيت الكوكو، هادو فيهم فيتامينات او ياك. اذا حنا هادو فيتامين ا كذلك في الشعر الأرضية اللي فيها فيتامين أ، هادو باش كنساعدو على مسألة المعدة ومسألة العضلات ومسألة، لأن كاين بعض الناس هادو كنشوفو يعني العضلات العظام ديالهم بدا كي العظمان ديالهم كيحرقوهم، أولا العظام ديالهم بداو كيخرجو لهم، يعني يدهم كيعواجو، الرجلين ديالهم كيعواجو، الركابي ديال الرجلين ردو عليهم البال، ما كتشوفوش أنت كبارين الركابي ديال الرجلين ديالهم الله يستر تقول فيهم الخريطة د كينيا ود السنغال. اي العجب، اوعدي الركبه ديال الرجل ديال المراه وعدي التبهدله مكمشه كامله مهرهره 40 عام وكل ركبه الركبه خاصها جلس هكذا منين تكون جالسه بنت الناس. ها جمع طلق وجمع طلق وجمع رجلك اويلي فحال باش قليطات جالسه في السجن. دابا انا ما نقدرش نعمل قبلتكم ولكن كتبقى تدي وتجيب تدي وتجيب تدي وتجيب تدي وتجيب. اي العجب، مالهم ما فيهم فلوس ما فيهم والو، هذا فقر العقل عباد الله، ماشي فقر، ماشي فقر في الجيب. كتقول لك لا انا ما عنديش باش نمشي للجيم، على بقى في الجيم ابقى في العقال ماشي في الجيم. الجيم زعما هو الجيم، الجيم ديال الرياضه عندي يقول العقل اخر الجيم هو البوكيت لا بوش. فهمتوني؟ اذا هنا هاد الركبات هادو من النساء خصها ترد عليهم. وهادو اه وعدي وعدي هادي وعدي عنو كحله هما هادو، هادي كحله، هادي ما عمرها كتكون كحله، هادي ما عمرها كتكون كحله واخا تكون زين اللون ديالك اسمر، هادي كتكون في نفس اللون ديال الجسد ديالك، مناطق اخرى من تحت الابطين. ها ويلي كتعلي المراه يدها كتهرب كتقول ها ويلي شنو هذا. هادو اشياء اللي النساء خصهم يردوا عليهم البال، راه المنظر وخصوصا الا كنتي امراه متزوجه بين الفخذين. كذلك هادو اشياء اللي خصكم تردوا عليهم البال. حنا اللون خصكم توحدوا اللون ديالكم في الجسد ديالكم، ماشي اخرى كنهضر معاك عقه هنا كحل وهنا ابيض وهنا زرق وهنا تشيني ومبين الفخذ ازرق 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 بلا ما نمشي شي اخرى. مصيبه مصيبه داكشي كيخلع، وهنايا زرق كلشي من تحت الابطين ديالها. ملي كتعمل يدها هنا كتزول الحوايج كيكون الراجل جالس غا كيشوف كيعمل هاه كيدور وجهه كيقول راه انا ريمونتي في تحت هنا ريمونتي هاد المصيبه. وعدي عوضوا حالتكم الناس. نعم هادوم ركابي، فهمتوني؟ الركابي الركابي خصهم الرياضه، خصهم الرياضه باش الركبه، لان حتى هذيك بحال المربع اللي عندنا في الركبه مع تقدم السن فهي ما كتبقاش في متعه، ما كتبقاش في متعه. وانا ما عندنا حتى شي حاجه كصف الدار ما كنعمل حتى حاجه، ندي ونجيب رجلي بحال بشكليطه، اولا نطلق واحد المرطه في الارض ونعس على طهري ونعمل بحال بشكليطه. هيدا كنعمل انا، انا عندي الطابلي كنعس كندي رجلي كندي ونجيبو، ما مخلصه درهم ما مخلصه جوج بطل ركبه درجلي هيدا كنعمل مالكم نتوما. وعدي اختي وهذيك اللي عندها داك خواني تاع الرجلين ديالها عملوا لها هيدا الصباط كتشري هيدا في الاخر الصباط كتعمل له هيدا كتعمل له زاويه حاده الصباط في الرجل الصباط سيكم كيش على صاحبتي في رجلك. شنو المصيبه هذه؟ ما كتحسنوش على راسكم. منين خصو يحتل على راسو؟ وماشي مساله الفلوس، مساله خصو يكون عندنا الوعي في العقل ديالنا كيفاش نتعاملوا مع المسائل مع الجسد ديالنا. أو المرا كتعلي يد الله يسر من هنا خصك تعمل زليق أو غادي تزلق ها كتشوف. أنا 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 قسما بالله مشيت واحد المرة للخناسيو وتوكر لي ما نقولش الدولة اللي مشيت فيها، مشيت هذاك ماشي الخناسيو ديالي، غنمشيت وصافي قلت باش نمشي نتريض ودخلت وكانوا تما العربيات وعلاو يدهم. ويلي 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 غا اللي كندور فيها وديك الشيء كيهضروا بالعربية هما ما فهموش بأن العربية أنا ما كتبانش فيها عربية أصلا. غار دوت هيدا غا اللي كتعلي يد ملي كتجلس دابا كتعمل فوطا هيدا كتكون باش تعمل الحوايج وداك الشيء وداك الشيء. أو هذه قلت أنا فباش ندخل نسبح مع هادوم مصيبة. بقيت غير كنشوف كي
كيهضروا بالطواجن وكيهضروا، وهي السيده عرفتي من هنا قسما بالله الا جلسه واحده كانت جلسه انا خلعتني قد الشيء، وباقا كتهضر باش تمشي تعجن وغطيب، وباقا ما عملتش الطنجره بالليل. انا بقيت عرفتي تصدمت، خرجت مصدومه، قلت محل ما عمتش. مشيت طلعت عملت شويه ديال هذا البشكليطه في هذاك في الجلد البشكليطه، تنفس عملت عمليه التنفس، مشيت عملت واحد شويه الصومبا وهبطت في حالي ومشيت لبست عليا وخرجت حالي كنطير. قلت ناري ناري مونتي ناري ناري، انا صحابي اوروبا زعما راه الدنيا متقدمه وداك الشيء، صافي مصيبه مصيبه حالا هاد الشيء قاصه من بالله. بس غا كنشوف هاد القطعية هادو هي الصياد خلات حاول. صافي اختي اجمع 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 صحابي الحل اجمع صحابي الحل يخرجوا يمشيو في حالهم نعم. اذا هادو ديدنا، سمعوني هادو ديدنا، هادو من ركابي. اما الرجلين، الرجلين حنا هضرنا عليهم. الرجلين اختي الا ما عندك شيء، ما عندك باش تشري كريمه، ما عندك باش تشري حتى حاجه، نصيحه من اختك حنان، شبر الزبده، الزبده كما كتسمع مني دهنها في رجلك كامله، يعني الرجل ديالك شبرو بالليل ودهن دهن 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 دهن، وعمل واحد البلاستيكه وحشي عليها تقشرات، حشي عليها تقشرات ونعس بها. او الا كنتي مثلا مراه متزوجه ما غتقدرش تعمل داكشي لان غتمولي ستار الزوج ديالك باللي البلاستيك قرش قرش قرش، ما كاين مشكل. عملها في العشيه، انت جالسه مثلا كملتي الشغل ديالك صليتي الصلاه ديالك وعملها غجوج ساعات يومين، الا عملتيها غتشوف انخفاض داك التشققات والرجلين ديالك غيرطابو. واش المراه كتجي الفراش الزوجيه مع الرجل ديالها والراجل غا كتولي هيدا بحال كتجرح بحال الكوتشيه كتدوز معاه في حد الزيزوار، هو هذه المصيبه. وحتى الرجل خصهم يحتلوا على راسهم، يعني الاظافر اللي دي خصهم يكونوا نقيين، يعني هذا خصنا نحاولوا هذا النظافه، لان حنا الدين ديالنا فيه النظافه، غير حنا ما عارفينش كيفاش نزيدوا. وكان دائما التهمه الكبيره كنحطوها على الفلوس، وراها عباد الله النظافه ما عندها حتى شي علاقه بالفلوس، النظافه عندها علاقه فقط بالماء وزيت واحد يكون عندي نقدر نقضي حاجه. قسما بالله كيعليو يدهم هيدا، والله ما كنكذب عليكم، كتجي ماشي كنعلي يدها هيدا، كتجي ما تزول زعما من يدها هيدا ناري مهمتي كلشي كحل كحل بحال فحل بحال فحل بحال فحل بحال فحل، وهي بيضة وداكشي عندك حل، ما فهمتش انا داكشي كيفاش كيعملوا له، ما عرفتش انا كنبقى غنشوف. انا سمراء ولكن هيدي اللون ديالي ها وجهي، يعني كاع انا وريتكم الغبرة ديال يدي، هادي ديال يدها، هادي ديال يدها تقول الله يستر قازت في الحرب العالمية ما عداش ما عندهاش الاسم ديك الحرب، ولا خدامة في الفحم الحجري ولا ما فهمتش حشا ولا يدها تما ضبغوها لا وطلقوها. هادو اشياء الناس خاصها ترد بال على هاد المسائل هادو، وهاد المشاكل هادو دهنا ود الركبه ود بين الفخذين ود هاد الكحوله هادي كتجي حتى من الاكل، كتجي من الاكل، وفي نفس الوقت حتى المسائل اللي كنستعملو ديال الكوزميتيك كتكون عامره بالالومنيوم. واش عباد الله انت كتمشي الناس، انا والله الا كنهضر معكم عن جد انا كتبقاو فيا بعدا بعد قسما بالله كيبقاو فيا، عليه كنهضر معكم هكذا، كتمشي سوبر ميركادو كطلع على دو سودرانت كيفاش كنقولو دو دغون ما بغاتش تخرج لي، المهم كطلع لهيدا كتمشي لداك الرخيص مول 80 سنتيم كتحشي عامر بالالومنيوم، وتشوف الفري الومنيوم العايله والفري الومنيوم المصيبه، هذاك اللي كيعمل اونو 50 1.50 غالي كثر هذاك، ودي هذاك وما ديش هذاك، هذاك تشوف فيه فري الومنيوم دي اللي ما فيهش الالومنيوم، كتمشيو للرخيص كتمشيو للرخيص. انا منك ما نعملش دوسودرانتي الا ما عنديش، واش حنا عشنا دوسودرانتي؟ ولكن ما نشريش واحد الحاجه اللي غتكحلني في الاخر وتشوهني، فهمتيني؟ اذا هنا حتى هاد نعم دي دغون، اذا حتى هاد المسائل ديال التجميل الا ما كانت شي مارك يعني اللي غادي نعمله وما غاد ما حتاش نعملها، راه هذاك الالومنيوم شنو غادي يعمل لك؟ انا نعطيك مثال بسيط، اي وحده كتسمع معايا هنايا دابا غنبسط للناس باش يفهموا، لان صحاب الكيمياء غادي يعرفوا، اما الناس اللي ما قراوش الكيمياء داكشي ما غيعرفوش. منا كتشري جالوقه، جالوقه اش كيقولوا جوالق، جالوقه كتقولوا ليك جالوقه، المهم منا كنشريوها كنعملوها في يدنا، ها هي في يدنا، الا عرقنا وعملنا هيدا اش كتعمل لك الجالوقه؟ جالوقه كتخلي لك هادشي كامل كحل، كامل كحل، ايوا وهذيك الكحوله فين كتمشي؟ كتمشي تحت الجلد، هذه هي الجالوقة، فهمتوا؟ إذا هنا الناس خاصها ترد بالها على هاد الأشياء هادي، ملي كتجيو تمشيو تشريو في السوبر ميركاوات وكتشريو الأشياء، هذاك الرخيص هذاك الرخيص كيخرج بالغالي، هذاك الرخيص كيخرج بالغالي، شري أختي ديسودرانت تشريه اللي مزيان فري ألومنيوم اللي ما فيهش الألومنيوم،
اللي ما فيش البارابينوس. اسمع مني اش كنقول لك، حيد من البارابينوس، حيد من الالومنيوم، راه ما تشوف راسك كامله كحله في الاخر، نص كحل ونص ابيض. هنا هذه نصيحه، وكد مع المرايه كتشوف حسن وليداتكم باقين صغارين. العيله عندها 14 عام كتمشي يماها كتجيب لها كتقول لها هكا بنتي، ما عرفاش ما عرفاش البوبري، كتجبر العيله عندها 17 عام هي كتحمل يدها هذا كلشي كحال، العيله عاد جات للدنيا كتحل لي عينها كنشوف فيها كنقول لها واحد هذه شحال دار العيله هذه الدم تحت يدها هذه، شحال المصيبه هذه اختي، هذا الشيء واقيلا ما عرفتش هذا وقع لي انا، وقع لك انت كتمشي تدوسر انت بالالومنيوم، شي مع راسك شي شي الحاجه 80 سنتيم، ما نعملش ما عنديش ما نعملش، انا دائما كنصح الناس ما عندكش ما تعملش، رجع للور احسن لك وافضل لك، لان النتيجه اللي غتاخذ من داك المنتوج اللي جبتيه وفيه الضرر فانت غادي تاثر به على راسك، غادي تاثر به على راسك، وفي الاخر غادي تبقى وحده وداك الكحوله ما غادي تزول حتى تطبخ. وهما جالسين كيضحكوا عليكم هنا دابا طيح لكم ها الوصفه مع كيفنيه، ها الوصفه ما كاين، حيت يطلعون عند الناس ويقولوا لهم، لان الا كانوا معقلين وناس عقلاء وناس مثقفين غيطلعون عند الناس يقولوا لهم شوفوا ديك الطوابع اللي عندكم وداك الشيء، ردوا بالكم المنتوجات اللي كتستعملوهم، اولا المواد الكيميائيه اللي هي ضاره مثل الالومنيوم ومثل 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 خاصكم تزولوها، منين تشلو ديسودرانت وداك الشيء حاولوا يكون ما فيه بارابينوس، حاولوا ما يكون فيه الومنيوم. الناس هذه هي الوصفه المزيونه اللي نعطي انا للناس، هذه هي الوصفه المزيونه اللي نعطي الناس، ماشي اللي تبيض الوجه اعمل الراوز، واللي تبيض شنو تبيض، قال لك تبيض الوجه الراس كتضحكوا على الناس، اللي تبيض مع شنو من مع شنو، اللي تبيض مع شنو مع شنو، اخرى كتبقى تعمل حتى في الاخر كيجي انفكسيون، المنتوج كيمشي لان المهبل ديالو في الاخر كتجبر، لان المهبل عنده واحد يعني عنده واحد الوسط اللي هو حامض، وهي كتجي كتعمل مواد الخليط ديالهم قاعدي كيضرب داكشي الحامض القاعدي مع مع الاسيد، واجي تفرج تفاعلات في الاخر كتصدق هي عندها انفيكسيون. ها الوصفه اختك عائشه، عائشه ستايل هاي ستايل بيوستار بيوستار، هي عملتها فيك وانا مشيت نشوف انتيبيوتيك، يلا سير الفارماسيه دابا، ما بغيتيش كنتي تخسر على راسك حتى 10 دراهم ياك شي حاجه في استفاد الناس، ولا سير طاحوا عليكم هالشبه ها 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 والله تيخليكم، دابا ماشي واش دابا باش عرفتوا واش يعمل لكم انتم في الاخر، ثم غتبقاو تتبعوا هادوم حتى ماشي بقى عندكم حتى حاجه، هي هذيك كلشي غادي يعوش حتى حاجه ما غتجبروها هي هذيك، ملي غتجيو تفتشوا على الحل المعقول غتجبروا راسكم انتم الخوا، اتبعوا هاد الخرايف هادو. نعم اذا اذا قلنا نحاولوا نبعدوا من البارافينوس، نحاولوا نبعدوا من الالومنيوم ال المعدن الالومنيوم، نحاولوا نحيدوا منه، قلنا هاد المقطعه دي باش نزولوا منها الشعر، راه كنزولوا منها الشعر ردوا بالنا، قلنا ما نعملوش داك السيروم بداو نتفوا بديك الطريقه هذيك، يعني نحاولوا هاد المقطعه دي كيفاش غادي نزولوا. اذا هادو هما النصائح اللي خصنا نديوهم، ما نبقاوش اذا الرجلين ديالنا الا مشقوقين بزاف نحاولوا زيوت او زبده او لا نحطوهم في رجلنا نحطو عليهم هذا ونداومو، ما عندناش الكريمات ما عندنا باش نشريو ما عندنا باش هذا، اذا هذا بالنسبه مهم. دابا انا وجهي الان صراحه ما فيه حتى حاجه لا زيت لا والو، يعني شوف الرشاقه بلا مكياج بلا والو، انا الان بحال عامله المكياج يعني بحال عامله الخدود بحال عامله هذا، وانا ما عامله حتى حاجه مساج، انا كنحسن موس الحلاقه، اش كنحسن موس الحلاقه شلاغم هادو غادي نوض لك اللحيه الا كنتي مرا، الا كنتي راجل هذيك حاجه عاديه، نعم اذا انا مثلا هذه هي السيستم ديالي، هو انا كنحاول يعني المساج ضروري كنتكل يعني متكل عليه بزاف، وفي نفس الوقت الكريمات اللي كنستعمل انا دائما كنقولها للناس حليب حماره، حليب الحماره خصنا نعرفوا فيه فيتامين سي، وحنا قلنا الكولاجين ديالنا، فالكولاجين ديالنا خصنا نعرفوا بان فيتامين سي كتحفزه صح ولا لا، اذا كنعمل انا يعني دابا في الصباح مثلا انا اليوم توكر لي نعمل الذهب في الصباح عملتها فهمتوا، ولكن صافي مشى بنادم اللي كيعمل الاربعينات راه خصو يحدي راسو فهمتوا، ماشي بقاو شكون هو هذاك صافي، اذا عاود كنعمل واحد المساج خفيف دابا بالكريمه، اذا دائما الفوق دائما الفوق الكونتر دي زيو يعني ام تي بو يعني هنا اوتور دي زيو، ماشي يعني ما ندخلوش بزاف ولكن هنا لان كاين عندنا الكونتر دي زيو، لاحظتوا الكريمه مشات تمتصت لاحظتوا ذاتس ات، اذا هذه انا كنعملها تقريبا دار 10 سنين وانا مع حليب الحماره،
حليب حمراء انا كيتعد بالنسبه لي من اجمل الكريمات اللي صراحه لاحظت فيهم يعني نتائج جد رائعه، والناس الحمد لله شراوها من عندي، راه عارفين هذه النقطه هذه، وكيعاودوا كيشريوها من جميع انحاء العالم، فما كاين حتى شي حاجه. الان يعني بالنسبه للناس اللي فوق 40، انا كنوصيهم بواحد الكريمه تكون عندهم ليليه، الكريمه ليليه فيها تستعملها، خاصها تسمعني المراه اللي مزوجه، ماشي انا داخله عندي علاقه ممارسه جنسيه وغادي نوض نعمل الدوش انا عملت الكريمه هي الاولى ومنين نجي لا اخر ساعه باش تنعس، يعني ما بقاش غادي تغسل وجهك، كتغسل وجهك وهذا كتحط كريمه هذه هذه الليل اللي فيها اربعه فونكسيونيس، كتحط هذه الليل وكتنعس بها، يعني هذه جاست فور نايت يعني ات نايت، ما يمكنش يعني نوضو نغسلوها فهمتوا. اذا الكريمه في الحقيقه ملي كتعدل على الاقل خص نخليو لها واحد المده يعني التفاعل ديالها، ماشي نجيو نكبوا عليها الماء، النص ديالها كيكون دخل والنص ديالها اللي باقي عاد ماشي تسرب، فحنا كنضيعوها. اذا هذه دليل بسرعه، يعني الكريمات ما بقاوش، كريمه دليل اللي فيها اربعه فونكسيونيس، اذا حنا قلنا كريمه الحليب الاحمر، قلنا هذه دليل، هذه الذهب اللي عملناها حنا مره اخرى كنا هضرنا عليها وعملتها انا عندها حتى التقشير ديالها، التقشير انا في الحقيقه كنعمل مره في 15 ايام، ما هما يعني بنادم يقدر يعمل على 10 ايام، انا كنعمل على 15 ايام لان الجلد ديالي يعني اتس اوكي كنشوف يعني ما عنديش المشكل. اذا هذه الذهب اللي قلنا حتى هي كتساعد بزاف، لاحظتوا يعني ما كاين حتى شي حاجه. اذا غادي نمشيو مثلا اخرى، عندي وحده اللي انا صراحه بالكابيار، فالكابيار يعني النتائج ديالو روعه، غادي نحاول ندهن هنا لان دابا انا عملت حليب حماره ما نقدرش نعمل كثر، ف الكابيار مثلا انا حليب الحماره اش كنعمل له، هذوك اللي شراو من عندي حليب الحماره كنعمل وجهي وكنشبر واحد شويه، اش كنعمل هنايا دائما هنا حاط المطعة هذه، حاط المطعة هذه دائما اعمل فيها، لاحظتي باش يبقى لك الجلد ديالك هو هذاك دائما، يعني كتعمل وجهك شويوش ماساج في نفس الوقت، كتخلي هذه المنطقه هذه، ومنين كتعمل يدك هنا خصك منين تعمل يدك هنا ما يبقاوش يعني داك اللحم طايحه وداك الشيء، فهمتوا شنو بغيت نقول؟ يعني حتى كتحافظ لك على الجلد ديالك ما يترخاش في هذه المنطقه هذه، لان الناس ملي كنكونوا في الصيف ولا عاملين اللي ماشي محتاجين وكنعمل التشاكيطه هنايا مثلا، هذه كتبان لك يعني كتبان يعني من اللور، واخا ما كيشوفكش بنادم من وجهك غايتشوف من اللور كيعرف يعني راك صافي مقضيه، وفي نفس الوقت في البيت ديالك يعني كجمال كرونق نفسك وزوجك وهذا، اذا حتى على الغمره ديالك، حتى على الغمره ديالك العيله والركابي رجلك، والركابي حتى هما دهنهم، دهنهم بالذهب، دهنهم بالذهب العيله، صدقوني الا كنهضر معكم عن جد، ها الركيبه ديالك بالذهب، خصوصا الا كانت عندك شي ركبه صافي في خطر مشات تلوحات واللحم ديالك مهبطه خاصها الذهب هذيك، صافي مشات، هذه الوفيرا، الوفيرا انا كنصح بها الصغار اللي هما في واحد السن يعني العشرينات، جميله جدا لان كتساعد يعني جميله والرائحه ديالها يعني ها انتم كتشوفوا يعني الكريمه كتمتص بسرعه ما كاينش الكريمه يعني نعم. ومن بعد هاد الاسيدو اللي هو الورونيكو اللي هضرنا عليه، هادو كلشي هاد المسائل هضرت عليهم، فقط كنقول لكم الكريمات اللي عندي انا في الدار يعني، وحتى اولادي مثلا انا يوسف كيستعمل هذه، وعندي واحده اخرى باجا زيروجي توت البري، توت البري حتى هو كان صاحبي، اذا هادي ايرولونيكو مثلا هادي تكملت، تكملت غادي نزيد عليها هادي، يعني فقط في هاد المنطقه هادو هنا لان باغي نعطي هاد المنطقه هادي، اذا ما غنزيدش وجهي كامل هنا، غادي نبقى واقفه هنا يلا دابا شتو، غنعمل واحد المساج بسيط وغادي نعمل هنا، علاش على هاد المنطقه هادي، كنزيد هذا المنطقه هادي الا دخلت راه عيبتنا، كنزيد واحد شويش هنايا هادي دائما، وملي كنجي نعمل مكياج في وجهي دائما كنحط هادي فهمتوا، يعني باش الانسان يبقى الحليب الاحمر كاين سجاد في سوق الاربع، ايوا حنا كنهضروا باش هاد مع الناس فهمتينا جيتي تضحك علينا، ايوا واخا سيدي ما كيحتاج باش كنتقبلوا منك هاد الملا غلبس لها الحمطه بحالك صافي. اذا هنا انتم شفتوا هاد المنطقه هادي زدت لها هاد ايرولونيكو اللي بغيت باش نعطيها ماس، يعني نحاول نحافظ على هاد المنطقه هادي 45 هي عندنا، انا كنصيفط لجميع انحاء العالم واللي شرا شي حاجه كنصيفطها له، والمسائل الناس راه جربوها ف بدون يعني ماشي حيتاش منتوج ديالنا راه حنا كنقولوا عليه
نعم، في نفس الوقت عملت واحد الزيت اللي فيه جميع انواع الزيوت، من بين عملت زيت فيه الجعده، فيه اواكاطي، فيه زيت زيتون، فيه زيت المايس، فيه زيت العنب بيبيتا هذا العنب، وفيه خيراسول. هذا الزيت في الحقيقه عملته باش ما نبقاش نعمل باش ما نعملش هذاك اسبيات، باش ما نعملش المضاد للشمس. فهذا زيت صراحه كان عنده اللي بغا يتبرونسيار، اللي بغا يكون عنده واحد اللون يعني في الصيف ولا في يوم الربيع ملي كتخرج لك الشمس، خصوصا الاشعه فوق البنفسجيه خصنا نحذيو منها. فهنا انا خرجت هذا الزيت، هذا يعني كان زيت باقي يعني عاد باش نهضر عليه دابا غير فقط هذا، ولكن زيت رائع داخل فيه. كذلك عملت ثلاثه الزيوت اللي خلصتهم بالنسبه للاظافر، ثلاثه الزيوت مخلطين بالنسبه للاظافر، لان بزاف ديال الناس الظفرين ديالهم مشاو لهم، لان اما للعمل ولا كتكون خدامه في مطعم او لا كتكون خدامه مثلا في الدار، يعني ها القشوع ها الطناجر ها الماكله ها الوليدات ها الصبين ها هذا هذا. ف خرجت خلطه ديال ثلاثه الزيوت، وغادي نجيب لكم ديالي انا اللي كنستعمل باش تشوفوا. استناوني دقيقه. هنا هذه هي بحال البنتوره، يعني الاستعمال ديالها نفس الشيء ولكن ما فيهاش البنتوره. دابا انا يدي مزيت بداك الزيت ما غتفتحليش، ها المشكل فين؟ كيف غنعمل باش نفتحها؟ عطوني دقيقه الله يعطيكم الصبر، غاتجي تفتح لي. يدي مزيتي، يدي كيزيتو اللي ما عرفتش واش يقدر يجي اسحاق يفتحها. اسحاق يعني بحال البنتوره نيت، هانتوما كتشوفوا وكد هذاك على الضفرين ديال يدك كامله ودرجلك، خصوصا الناس اللي عندهم الاونغوس، اللي عندهم دوك الضفرين حالتهم حاله، يعني كتجبر الضفر من هنا الله يسر، ما هم هذا ما هم هذا، يعني الضفرين ديال الرجلين مشاو، خصوصا هاد الضفر الكبير، الضفر الكبير خصو يكون كيشان، يعني كدوز على الضفرين ديال رجلك كامل، حتى مور الدوش مور كلشي كدوز وكتخلي رجلك يشتافوا. ثلاثه ديال الانواع ديال الزيوت اللي خلطنا، اذا هادو خاص بالنسبه للاظافر، عملناهم للاظافر. اذا هذا هو. الا كاين شي سؤال، الا كاين شي معلومه، الا كاين شي كنبيعو عندي فكنبيع هادشي. كيفاش فكتبيع هادشي؟ كيفاش كتبيع هادشي؟ كنبيعو عندي الغزاله، عندي الحبيبه. المهم بالليل عندنا لايف اخر ان شاء الله. المهم من الاسئله باش الناس ما تبقاش تسقسني على الكوزميتيك بزاف الاسئله. انا عندي حنا شنو كتعمل وجهك، هذه كما عملت معكم الان هادشي اللي كنعملو، هادو هو الطرق اللي كنتبعهم فقط. وانا وريتكم الجسد، وريتكم وجهي، وريتكم الغمره ديال الدير، كان يدير ما غنقدرش نوريهم لكم. يعني فهمتوا، اما الشيء اللي كنقول لكم هو اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى. في نفس الوقت انا بديت دابا الريجيم، الان انا هبطه في الوزن الحمد لله، ولكن انا عملت واحد الطريقه خاصه اللي غادي نحاولوا من بعد نشوفوا كيفاش غادي نعملوا باش نقدموها للناس. اللي بغى شوفوا، انا غادي نخلي الرقم التليفون ديالي هنا باش الناس اللي انا كطرح اسئله هنا عليا، انا ما غنقدرش نجاوب 1700 و2000 ديال الناس. غادي نحاول 602 06 00 06، هذا هو الرقم التليفون ديالي. حاولوا عملوا له دخلوا الواتساب، خليوا لي الميساج، واللي بغات شي حاجه انا غادي نبعثها لها بطبيعه الحال، اولا غادي تجاوبكم يعني صوفيا ولا فرانسيسكا وغادي تصيفط لكم. اللي بغينا نقوله وهو بالنسبه، علاش كنا كنهضروا، المهم هذا بالنسبه للكوزميتيك كملت الهضره عليها. شي حاجه كنا كنقولوا، قلت لكم الطريقه اللي كيسقسيوني الناس شنو كنعمل شنو كنعمل، هادو هما المساج. انا لاباس ديالي هو المساج، هذاك لاباس عندي. والنقطه الثانيه كنمشي كريمه الحليب الاحمر مباشره في النهار، في الصباح مع المراني اخر الاسبوع يومين ثلاث ايام بالاسبوع كنعمل الذهب، والليل عندي خاصه الكريمه الليل كنعملها بالليل. اذا شكرا يا ياسمين، ياسمين الغزاله كنعملها خاصه. في 15 يوم كنعمل تقشير لوجهي. الزيت اللي كنعمل انا كنعمل زيت الكوكو وزيت اللوز لوجهي. اللي عند الزيت ماشي ضروري يكون عندك الكوكو واللوز، عندك الزيتون الزيتون زيتون عمل زيتون، عندك الزيت اركان عمل زيت اركان. فانا كنعطيك كل الطرق وكلها تؤدي الى روما، ولكن خص العمل. اما الا بقيتي غير هكذا كطلل وتشوف واحد النهار تعمل واحد النهار ما تعمل، الا الصلاه كيفاش خصك تصليها كل نهار، وحتى هادشي خصك كل نهار. صافي فضينا الهضره، كنصليو كل نهار وحتى هادشي خصو كل نهار. الا بغيتي تبقى ديك الوجيهه مزيونه وديك الوجيهه ما هكا ما بغيتيش، المهم الريجيم، الريجيم اختي سكري، الريجيم غيكون يعني بحال جلسات غادي نعمل للناس. الريجيم خدمت على البرمجه اللغويه العصبيه.